واحنا بنحتفل بيوم الشهيد مش ممكن ننسى شهدائنا، ومنهم صائد التكفيريين وأسد سيناء والجزار الشهيد العقيد محمد هارون، واللي استشهد في نوفمبر 2015. الشهيد العقيد يمكن تم تجسيد شخصيته في مسلسل الكتيبة 101، وقام بدوره لو حضراتكم تتذكروا الفنان محمود عبد المغني. احنا معانا على التليفون الشقيق الأكبر للشهيد العقيد محمد هارون، الدكتور أحمد إبراهيم هارون. دكتور أحمد، أهلا بيك معنا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، والأمة الإسلامية والعربية جميعا بخير. وحضرتك بألف خير. النهاردة كان في تصريح لحضرتك عن أحد اللحظات السعيدة اللي مر بيها الشهيد العقيد محمد هارون، يمكن تكلمت عنها النهاردة، وهي مكالمة السيد الرئيس للشهيد. كلمنا أكثر عن اللحظة دي. فعلا المكالمة بتاعت الرئيس، أنا كنت بقترح إن هي تبقى عنوان الندوة، يعني عنوان الندوة حضرتك لما حضرناها النهاردة كانت عنوان الندوة يبقى الأثر. مظبوط. الأثر ده مش بس اللي بيتركه الشهيد بعد ما بيستشهد، لا ده بالعكس، ده قد تكون صفة حميدة بينقلها القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه. وده اللي حصل من سيادة الرئيس مع الشهيد هارون لما وصلوا سيفه واللي كان بيعمله في سينا والألقاب اللي نالها كصائد التكفيريين وشجاعته وقدامه هناك. مكالمة السيد الرئيس أنا كنت تحديدا بعد ما عرفتها من شقيق يعني أنا كنت يهمني التفاصيل الصغيرة. يمكن أنت حضرتك النهاردة لاحظت تأثر السيد الرئيس وهو عمال يحكي للشعب عموما النهاردة عن حالة من الجحود. دام كل اللي بيعمله الرئيس ومن ساعة ما تولى الحكم، هو فعلا حتى الكلمة اللي هو قالها النهاردة أنا يعني ممكن أكون بخرج شوية عن ال لا هي كان الكلمة هي في أجمالها النهاردة كانت قوية وصريحة ومباشرة، يعني 35 دقيقة فيهم كل الإجابات عن أسئلة كتيرة جدا. وهي فعلا في صميم يبقى الأثر، لأن يبقى الأثر. إحنا خلينا نرجع بس هاخد من وقت حضرتك يا فندم شوية، خلينا نرجع بس بالتاريخ شوية في كلمة يبقى الأثر. يبقى الأثر، إحنا عايزين بس نلقي نبذة بسيطة عن العقيد الشهيد محمد هارون. الشهيد محمد هارون هو خريج المدرسة الثانوية بتاعت الشهيد العميد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية. العميد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية استشهد في حرب 73 على مقدمة رجاله. كان مقدام. بعديها محمد هارون في 2015. نعم. 43 سنة تفصل ما بين العميد الشهيد نور الدين عبد العزيز والشهيد العقيد محمد هارون، لم تتغير فيها العقيدة العسكرية لأبناء ومقاتلين الجيش المصري. مظبوط. بل بالعكس، حتى في حرب الاستنزاف الفريق عبد المنعم رياض. ده بالعكس، ده كمان بيشتركوا هما الثلاثة في بعض الصفات اللي اتكلم عنها الرئيس النهاردة اللي هي شقين، ويبقى الأثر وحتة الاستقامة والزهد اللي موجودة. أيوة. بطبيعة كل القادة دول. أولا كانوا بيشتركوا في أن هم كانوا بيتقدموا الصفوف ولذلك نالوا الشهادة. أنا عايز أقول لك أن الشهيد العقيد محمد هارون يوم ما استشهد وهو قائد الحملة بتاعت المداهمة هو الوحيد في الحملة اللي استشهد، لأنه كان معروف عنه أنه بيتقدم دايما الصفوف، وكانت ليه كلمة شهيرة بيقولها لأولاده قبل ما بيطلع، مين يا أولاد اللي هيطلع معايا النهاردة يستشهد. فدي كانت بتخلي محمد هارون ماشي على الأصل. انا كنت دايما بقول ان العميد هو فعلا الاثر. ايوه، اثر العميد نور الدين عبد العزيز واثر الفريق الشهيد عبد المنعم رياض واثر ايضا الشهيد العقيد محمد هارون هيفضل باقي مع رجاله اللي اشتغل معاهم. انا توقفت النهارده عند الوصيه بصراحه اللي كان كتبها، وفيها جزء كبير من الاستقامه والزهد وطلب الرحمه. هي دي بقى النقطه المشتركه اللي انا بكلم سيادتك عليها في مناسبة يوم الشهيد النهارده الفريق الذهبي عبد المنعم رياض. نعم. حتة الاستقامة والزهد. قبل ما اعرج على الوصية انا عايز بس اخلص الحتة بتاعت المكالمة. اتفضل. المكالمة النهارده يمكن كانت موجزة او مختزلة شوية، لكن المكالمة كانت فيها بعض التفاصيل الدقيقة والجميلة جدا اللي بتبين علاقة القوات المسلحة افرادها ببعضها عاملة ازاي عشان يستحقوا فعلا لقب خير واجمد الارض. يا ريت بقى تقول لنا جزء من التفاصيل دي لو ممكن. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كلم محمد انا سالته هي طريقه المكالمه كانت واخده الشكل الرسمي يا محمد ولا واخده الشكل، قال لي يا احمد انا حسيت ان انا بكلم والدي. كان اللي بيكلمني والدي، يعني حتى كمان لم تختفي كلمه شدوا حيلكم يا ابني، ركزوا يا ابني شدوا حيلكم. ودي طبيعه السيد الرئيس يعني مع اولاده. طبعا. رد الشهيد العقيد محمد هارون قال له ايه؟ مكالمه سيادتك دي يا فندم هتترجم الى نتائج وافعال. هل الكلام ده كان كلام عاطفي؟ بالعكس، لا، تقدم روحه فعلا واثبت للرئيس
ان القوات المسلحه لما بتوعد بتوفي بالظبط، وبتقدم دمها. حتى كلمته الشهيره قال له يا فندم سينا اتباعت واحنا اللي اشتريناها بدمنا يا ريس، ونفس الكلام. ويبقى الاثر، ويبقى اثره فعلا الشهيد العقيد محمد هارون موجود في كل اللي بيسمعنا دلوقتي، وكل زمايله ورجالته اللي كانوا شغالين معاه، الدكتور احمد ابراهيم هارون الشقيق الاكبر للشهيد البطل العقيد محمد هارون. انا بشكرك جدا لوجودك معانا في التاسعه.